عايز اسالك جدا. لو سامعني، عايز اسالك سؤال مهم، وانت داخل عدد جمهور بره كبير كبير. اه كابتن سيف، عدد جمهور كبير، كبير جدا. يمكن انا اصريت ان انا نعمل حوار مع اللواء امين عز الدين علشان نستفسر منه عن حاله الجماهير وعن الحاله الامنيه وعن كيفيه دخول الجماهير دي، لان اعتقد وانا بقول من خلال الملاعب اليوم ومن خلالك ان عدم دخول الجماهير اللي انا شفتها بره دي هيحصل مشكله النهارده، ومش عايزين اي مشكله تعكر صفو احتفال الاتحاد السكندري وجماهير الاتحاد وجماهير اسكندريه. بس انا اعتقد ان هي هتخش يا مهيم، يعني اعتقد ان في وعود من امبارح من مدير الامن ان هو هيسمح. بتمنى ان شاء الله بتمنى. طب هو بتمنى هو والاعداد اللي بره. طب هو التيشيرت الخضراء ده بالصدفه مهيب انت لابسه، ولا ده حاجه مقصوده؟ لا يعني عشان خاطر الاتحاد، يعني الواحد بجد والله يا كابتن سيف من ساعه يمكن اللقطه جايبه سياده اللواء امين عز الدين جايه اهوت، فاحنا استاذنا وتسمح لنا ان احنا نخطفه بقى وهو جاي كده. الراجل ده عامل شغل جامد جدا في حاجات كتير قوي في اسكندريه، وامن اسكندريه. حبيبي ازيك يا هاني، عامل ايه؟ انا اخد اللواء امين عز الدين واجي لك على طول. يعني انا عايز كابتن سيف احنا معاك على الهواء مباشره من الاستاد. مهيب بيتكلم مع الناس عادي، يعني بيسلم على الناس ورايح وجاي كده يعني. ده الهاني سليمان يعني سلم لنا عليه. سلم لنا الملعب ده، انا بحب انزل الملعب اهو. سياده اللواء امين عز الدين يعني بحييك، واحنا على الهواء مباشره دلوقتي من خلال قناه الحياه ومن خلال الملاعب اليوم، وصوره حضاريه وجميله. كان لسه معايا الحاج محمد مصلحي والدكتور محمود مشالي، وبينجدوك واحنا بننجدك وكل مصر بتنجدك. الجماهير اخبارها ايه؟ في جماهير بره زعلانه عايزه تخش، طمنا على استعدادات. وانا بناشد برضو ان هو الجمهور يبقى على مستوى المسؤوليه، وانا واثق من الكلام ده ومتاكد ان جمهور الاتحاد محب النادي ومحب البلد ومحب المدينه الاسكندريه، والحمد لله الامور دلوقتي امور مفرحه وسعيده، وشايف الجمهور كله متوافد، مفيش حد موجود بره لسه بيلف على البيبان دلوقتي. كل من هو معاه الدعوه، وكل من هو موجود في الكشف بيخش، في تفتيش جيد، في تعقيم جيد، في قوات موجوده على الابواب لحمايه الجمهور اللي هو هيجي على اساس ان هو يقضي اليوم بتاعه بامن وامان. وباذن الله الاحتفاليه دي هتفرج عليها العالم كله، وهيشوف مين هو جمهور الاتحاد ومين هي الجماهير المصريه. كابتن سيف اسمح لي، الصوره واضحه ولا ممكن اخد سياده اللواء ونروح قدام الكاميرا؟ لا لا، الصوره واضحه جدا، خليك زي ما انت. بس وجه للواء مهيب بعد اذنك شكر كبير جدا، لان كل الجمهور امبارح في تصريحاته بيوجه له الشكر، لان هو الراجل الحقيقه يعني سمح بزياده العدد وسمح بدخول الناس. يعني كابتن سيف زايد بيوجه لك الشكر، والجمهور امبارح في لقاءاتنا كلها بيوجهوا لك الشكر بصراحه على المجهود الكبير اللي انت عامله، لكن بيطمعوا ان انت برضو يعني تفتحها شويه النهارده على الجماهير لانها جايه تحتفل. انا حضرتك كابتن مهيب النهارده انا موجود من الصبح، من الساعه 10 الصبح في الاستاد، علشان الناس اللي هي هتيجي الاستاد ويتفرجوا على الاحتفاليه ونادي الاتحاد وجماهير الاتحاد وجماهير الاسكندريه كله يحس بالفرحه ان هو بيحتفل بالعيد الميلادي النهارده. اي مشكله احنا بنحاول نزللها على الفور. الامور الحمد لله دلوقتي ما فيش اي مشاكل، وزي ما انت حضرتك شايف السعاده والفرحه في وش الجماهير كلها. انا يعني قول لي النهارده، انت كراجل اسكندراني وبتحب اسكندريه، وشعورك ايه؟ شعورك ايه بقى بعيد عن الامن والتامين؟ شعورك ايه باحتفال نادي الاتحاد بالمقاولين؟ طول ما انا بحس ان المواطن والجماهير والشعب في امن وامان بحس بسعاده، وان شاء الله احنا مستمرين وهنبذل كل جهدنا لغايه ما ان شاء الله نوصل لمصر. مهيب معلش اسال السيد اللواء، هل دي ممكن تكون خطوه لرجوع الجمهور للملاعب؟ هل ممكن دي تكون خطوه لرجوع الجمهور للملاعب؟ ممكن، يعني هو سيف بيقول ان ده ممكن تكون خطوه لرجوع الجمهور للملاعب. هو طبعا عشان حضرتك تبقى عارف في فرق ما بين احتفاليه وبين منافسه طبعا. فكل حاجه بيبقى لها تقديرها، وكل حاجه بيبقى ليها الدواعي بتاعتها وحسب ظروفها. كل مباراه على حده وكل احتفاليه على حده، وكل وقت وله كلام ان شاء الله. ممكن نشوف ماتش الزمالك يوم الاحد بجماهير؟ والله حضرتك حسب الدواعي الامنيه وحسب ما بيتفق عليه مع نادي، و
وحسب الظروف اللي يعني كل وقت بحاله وكل توقيت وكل مناسبه ليها دوام. بشكرك، مجهود كبير سواء في رياضه في سياسه في كل حته متواجد، عامل شغل غير طبيعي في اسكندريه. كل محترم. تحيه من شبكه تلفزيون الحياه لحضرتك، ودايما كده منور الدنيا ومجهودك رائع جدا. انا اللي بحيي الجماهير وبحيي الاعلام المتميز حضراتكم، وان شاء الله بعد الاحتفالين هنهني بعض باذن الله. شكرا يا فندم. شكرا. كابتن سيف، احنا لازلنا معاك على الهواء مباشره، واحتفال نادي الاتحاد السكندري بمئويته، وزي ما احنا شايفين تأمين كبير جدا، ومن خلال قناة الحياة يمكن بالفعل الجمهور بيتزايد، وزي ما قال سيادة اللي هو أمين عز الدين ان الأمن النهارده يمكن من بدري متواجد والجمهور متواجده، وانا اعتقد ان في جماهير كتير هتخش النهارده للاحتفال بمئوية نادي الاتحاد. مهيب، كان في كلام ليك اي استفسار يا كابتن سيف؟ كان في